خلوا لي ارحب بحضراتكم مره تانية وضيوفنا الاعزاء دخل الاستوديو. قلنا هنرجع او نعود مره تانية للدكتور نيفين الطاهري لديها ملاحظات حول الكلام اللي تفضل بيه دكتور محمد شادي. اتفضل يا فندم. هو انا ما عنديش ملاحظات بمعنى الرقابيه، وبالعكس ان ما في الحاجه اللي غير مراقبه بتفلت عن، واحنا شفناها كتير وشفناها في حاجات كتير. انما فكرة ان انا لازم اخد موافقة قبلها، قبل الاستحواذ مثلا، لا، لازم يبقى تايمد بقى. اقول ان انا ليه؟ لان انت عندك مستثمر جاي بيقول انا هشتري الشركة دي، وفي نفس الوقت انا بشوف ان، ويمكن ده اللي كنت بقول لحضرتك، يعني انا كل ما بكبر الاستحواذ ففي جهات مش لازم اكون بحتكر. يعني انا موافقة ان ما يبقاش احتكار، انما اللي بيحصل ان الشركه دي بتكبر، بيبقى العماله اكتر، بيبقى التدريب اكتر، وبيخلق ويلث بقى، يعني بيخلق ثروه للي بيشتريه ده، هو بحيث ان هو يبتدي يعمل الشركات الاخرى ويخش في حاجات تانية. ففكره جهاز حمايه المنافسه او الاجهزه دي فعلا لازم يكون لها قواعد، ولكن ليس ان انا بقول لها لا انت الاول توافقي لي وبعدين انا اخش، لان يعني هي الجهه ذات نفسها ما هياش من القبر او من بحيث ان انت تقدر تقول ان اي حاجه اقتصاديه هتخش عليها، انما تدي تايم لاين وتقول ادى القواعد وادى القوانين والشروط. فده ده اللي انا بحاول اقول، ان ساعات دخول الجهات الرقابية بدون ما يبقى في زي تايم تيبل كده يوقف لك الاستثمار اللي هو بالآخر أكتر مما ينبغي تتحول إلى وضع بيروقراطي صعب، ويبقى في عندي كده ديناصور بيروقراطية بيوقف لي كل حاجة. وعلى فكرة كلمة وأقل مما ينبغي، لا ما مش لي على رأي أستاذ بهاء الله يرحمه، انفتاح السداح مداح. هو احنا متفقين تماما، لان هو فعلا القانون طالع بمده زمنيه مش فاكر 30 ولا 60 يوم قبل ابداء الراي او قبل الموافقه. لو ال 30 الفتره الزمنيه مش عارف اذا كان 30 ولا 60 يوم مروا دون ابداء الراي يعتبر موافقه. فاحنا كده متفقين تماما. خلاص كده احنا مش مختلفين.